ففي مشكلة كده في الأعياد وفي الأيام الدولية والحاجات دي، إنه الأب بيبقى حقه مهدور يعني. أعتقد أنا اللي أعرفه مثلا إنه في أمريكا بس في حاجة اسمها عيد الأب، ما أعرفش إذا كان موجود في دول تانية ولا لأ، ده اللي أنا شفته. بس يعني في أمريكا عيد الأب على نفس المستوى من الأهمية بالنسبة لعيد الأم، لكن في منطقتنا وفي أماكن تانية من الدنيا يعني بتبقى الأعياد كلها مرتبطة بالبنات ومرتبطة بالأمهات على رأسنا طبعا من فوق. لكن يعني محاولة لطردية الآباء كانت سفارة السويد والمركز القومي لحقوق المرأة التابع لليونايتد نيشنز للأمم المتحدة، عملوا نظموا معرض بيحتفلوا ويحتفوا فيه بالأب وبدوره. الأشياء الثمينة لا تتكرر مرتين، لذلك نحن لا نملك إلا أبا واحدا. لأني أب، معرض فني نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المعهد السويدي وسفارة السويد وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لإلقاء الضوء على دور الآباء من مصر والسويد في تربية الأبناء واستقرار الأسرة. ما نسلط عليه الضوء هو أهمية أن يكون للجيل المصري والسويدي آباء يقومون بواجباتهم. والصور الرائعة في هذا المعرض الفني تظهر آباء يقرؤون مع ذويهم، يذهبون معهم إلى مدارسهم، فأن تكون قدوة حقيقية شيئا هاما ينعكس على الأطفال ويبني شخصيتهم. بالنادي أكتر وأكتر وأكتر بأسر مستقرة، الأسرة المستقرة اللي فيها أب وأم وأولاد بينشأوا في رعاية وكنف زي ما بنقول الأب والأم مع بعض، هو ده الهدف اللي احنا عايزين نشوفه. أراك يا أبي تضمني، تحكي إلي، تأخذ بيدي، اليوم يومك. أما أمي فلا مانع لديها من أن تجمعنا صورة بدونها. ومن خلف الصور يلتقطها فنانون من مصر والسويد نجحوا في إظهار الدور العالمي للأب ولتبادل الحوار بين الثقافتين وتعزيز المساواة بين الجنسين. أنا بحاول أكون أنا وزوجتي سند لأولادنا وطريق نقدر نوصلهم لبر أمان. ده استثماري في الحياة، فلازم أطلع له بيئة مستقرة وآمنة عشان يطلع يؤدي نفس الدور ده بالظبط. أبي، أردت أن يصلك إحساسي من خلال ما زفرته أنفاسي، أردت أن تصل إليك كلمة خرجت من أعماقي، كفاني كلمة أنت فيها هي أبي. أحمد عبدو، MBC مصر.